بعد ما حددت التوبيك اللي انا هتكلم فيه والريسيرش بروبلم اللي انا هناقشها وانا هسأل فيها، اتضح عندي الرؤية دلوقتي للسؤال المحدد اللي انا عاوز اسأله في الريسيرش بتاعي. دلوقتي جه وقت ان انا عاوز اكتب السؤال اللي هي formulation of the question itself. طريقة كتابة السؤال مش طريقة عشوائية، مش بتكتب اي سؤال وخلاص، لازم يكون في نقط معينة تكون موضحة جوه السؤال بتاعك. النقط دي كل الريسيرشرز متفقين عليها، بحيث ان اي ريسيرشر لما يجي يقرا السؤال بتاعك يبقى فاهم بالظبط انت بتناقش اي بروبلم، وكمان فاهم ايه الاند ريزلت من السؤال ده، وممكن كمان يتوقع ايه الفاريبلز اللي انت ممكن تقيسها جوه الريسيرش مجرد بس قراءه السؤال. انك لما تكتب السؤال وبعد كده تحوله من صيغه استفهاميه لصيغه خبريه، يبقى انت كده بدات تكتب التايتل بتاع الريسيرش بتاعك. لو قريت اي تايتل لاي ريسيرش منشور او اي ارتكل منشوره، هتلاقيه لا يخرج عن الفورمات او الطريقه المتعارف عليها بالابريفيشن بيكو. ايه بقى البيكو ابريفيشن بتاعت الريسيرش كويستشن؟ البي ابريفيشن فور ذا بوبوليشن اور البروبلم اللي انت هتناقشها. لازم في السؤال بتاعك تكون موضح انت هتعالج مشكلة لمين، او مين الناس اللي انت هتشتغل عليهم، او السبجكتس اللي انت بتشتغل عليهم. البوبوليشن، ولو انت حددت البوبوليشن يبقى البوبوليشن دي ليها كاركترستكس معينة هتبدأ توصفها بعد كده في الميثودز. ممكن كمان بدل ما تكتب population تكتب certain disorder او certain disease، زي مثلا diabetes او CP، او لو عاوز تحدد اكتر طول مثلا children with spastic diplegic cerebral palsy، كل دي population. عاوز بس افهمك ان كلمة population مش المقصود بيها مش شرط تبقى subjects، مش لازم تبقى human being. ممكن على فكرة population تبقى objects، زي مثلا انا عاوز اعمل ريسيرش عن عدد الريهابليتيشن سنترز اللي هي سبيشالايزد ان بيدياتريك ريهابليتيشن في مصر، تمام؟ يبقى البوبوليشن بتاعتي هنا هي ايه؟ الريهابليتيشن سنترز. كل الريهابليتيشن سنترز بوبوليشن، ات از نوت ا هيومن بينج، ات از ان اوبجكت، اوكي؟ وبعد كده دي البوبوليشن، بعد كده هبدا ان انا اعمل ريسيرش واشوف عدد الريهابليتيشن سنترز جوه البوبوليشن ده كام. اكزامبل مثلا للبوبوليشن بتاعت السؤال اللي احنا بنسال عليه هو اطفال السي بي. تاني ابريفيشن البيكو هو حرف الاي، وده ابريفيشن فور انترفينشن. ايه نوع الانترفينشن اللي انت هتستخدمه مع ريسيرش ستادي؟ ممكن يكون الانترفينشن ده في شكل تريتمنت ميثود اور اسسمنت ميثود، او عاوز تشوف التريتمنت ميثود دي effective on something or not effective. ممكن يكون على فكرة الانترفينشن ده يبقى risk factor، predictive risk factor. يعني مثلا السموكينج ده ممكن يؤدي بعد كده ان هو اللي lung problems زي COPD. يبقى السموكينج هنا بقى factor، بقى intervention factor. It is a risk factor. It could be considered as intervention. وخد بالك نوع البحث هنا مش explanatory، it is exploratory research. في الاكزامبل اللي عندنا هنا ممكن ناخد intervention اللي هو dual task training. تالت abbreviation هو C، ده for comparison. خد بالك الC مش شرط يبقى موجود في كل الابحاث، مش كل الابحاث اللي فيها comparison. يعني ايه comparison؟ ممكن اقارن مثلا اطفال الدايبليجيا مع اطفال الماسكولار ديستروفي، او ممكن اقارن الانترفينشن نفسه بانترفينشن تاني. يعني مثلا اقارن الديوال تاسك تريننج مع الجيت تريننج اون انستابل سيرفيس، ان هون فيهم افكتيف عن التاني، يبقى هنا في كومباريزون. الاكسبلناتوري والاكسبلوراتوري ريسيرش، خد بالك الاكسبلناتوري ريسيرش برضه اللي ممكن اعمل مقارنه ما بين الناس اللي عندها مثلا دايبيتس مع النورمال سابجكتس او مع الاوبيز بيرسون. وفي الاكسبلناتوري ريسيرش زي الموضوع بتاعنا، انا عاوز اقارن مثلا ميثود اوف تريتمنت مع ميثود اوف تريتمنت ثانيه، اقارن هل ده افكتيف اكتر من الثاني ولا لا. لكن في الديسكريبتيف ريسيرشز، في الديسكريبتيف ريسيرشز ما يبقاش فيه كومباريزون، لان انا هنا عاوز اطلع نورماتيف داتا، فانا مش هقارنها بحد ثاني، انا مجرد انا بقيس عشان اقول يا جماعه النورمال كيدنس عند الاشخاص الادلت
او اليانج ادلت اللي عندهم 22 سنه هو كذا، او النورمال فوت انجل ديورنج الجيت هو كذا. ده اسمه ديسكريبتيف ريسيرش، ما يبقاش في مقارنه مع حاجه تانيه. مثال للكومباريزون، مثال بتاعنا هنا مثلا لو هنقارن الديوال تاسك تريننج في حاله السي بي مع ديوال تاسك تريننج مع النورمال تشيلدرن. رابع ابريفيشن اللي هو الاو ويتش ريفيرز تو اوتكم. ايه الاوتكم من الريسيرش ده؟ او بمعنى اصح ايه الافكت اللي هيحصل لو انت طبقت الانترفينشن المعين ده؟ يعني مثلا الديوال تاسك تريننج هيأفكت ايه بالظبط؟ هل أفكت مثلا انت عاوز تكتب في ريسيرش البوستشر ستابيليتي؟ هيأفكت السباستيسيتي؟ هيأفكت الجيت باترن؟ كل دي اوتكمز. لو رجعنا مثلا للاكسبلوراتوري ريسيرش زي حاله الديابيتس، لما نقول مثلا الديابيتيك سبجكت لو هو سموك، هل ده السموكينج ده هيزود فرصة او هيبقى ريسك فاكتور انه يحصل له سي او بي دي؟ يبقى انا السي او بي دي بقى هو الاوتكم اوف ذا ريسيرش. في المثال بتاعنا هنا الاوتكم هيبقى على الجيت باترن. يبقى انا كده عاوز اشوف الافكت بتاع الديوال تاسك تريننج في حالة السي بي مقارنة بالاطفال النورمال على الجيت باترن. فبقى السؤال بتاع اتضح بالفورميليشن از ديوال تاسك تريننج. يبقى ديوال تاسك تريننج هنا هو الانترفينشن. افكتس جيت باترن، يبقى الاوتكم هنا هو الجيت باترن. ان تشيلدرن وذ سباستيك دايبليجيك سيبر بولسي، يبقى البوبوليشن هنا هي السباستيك دايبليجيك سيبر بولسي. وهنا مفيش كومباريزون، مجرد بس انا عاوز اشوف كوز اند افكت باترن. ده لو هعمل البحث من غير مقارنة، تمام؟ لو كمان هزود عليه comparison يبقى أقول in compared to normal children. زي ما قلت لك كل التوبكس الخاصة بالclinical research أو عناوين الأبحاث الخاصة بالclinical research لازم تلاقيهم كاتبينها بنفس الطريقة أو بنفس الفورمات، بيستخدموا طريقة بيكو. P for population or problem، I for intervention، C لو كانت موجودة اللي هي الكومباريزون، والO دي لازم تبقى موجودة اللي هي الأوتكم أوف ذا ريسيرش أو الريسيرش ده أفكت وات. تعال نشوف إكزامبلز لبعض التوبيك لبعض الأبحاث. هتكلم عن الأبحاث الخاصة في مجال الأطفال لأن أنا interested in this field. لو شفنا مثلا بيبر، البيبر دي نشر سنة 2019 وأنا شاركت فيها. بتقول ايه؟ effect of a simultaneous proprioceptive visual feedback on gait of children with spastic diplegic cerebral palsy. لو جينا نشوف ال P اللي هي for population or problem، هي عندنا هنا اللي هو spastic diplegic cerebral palsy. لو جينا نشوف ال I هو ال intervention احنا استخدمناه اللي هو simultaneous proprioceptive visual feedback. طيب الـ simultaneous proprioceptive visual feedback will affect what؟ will affect gait which is the outcome. تعال نشوف another example. هنا بقول لك ايه؟ effect of combined stretching and strength training program on gait function in children with cerebral palsy, gross motor function classification system level 1 and 2, a randomized controlled trial. خد بالك لما تلاقي نقطتين كده يقول لك randomized controlled trial، في بعض الابحاث بيحبوا ان هو يبينوا نوع الريسيرش او الميثود اوف ريسيرش اللي هم استخدموها. طيب تعال نشوف الاريا اوف انترست بتاعتنا هنا. هنا بيتكلم لو جينا نشوف البيكو هو للتشيلدرن وذ سيبر بولسي جروس موتور كلاسيفيكيشن فانكشن ليفل 1 اند 2، وهنا حددها كمان في الكويشن. مش شرط ان هو يكتب التفاصيل دي بس هي اوريدي محدده. لو جينا نشوف نوع الانترفينشن واستخدمه، وعمل كومباينيشن بين الاسترتشنج والسترينثنج which is the intervention. will affect what؟ will affect the gait function which is the output. تعال نشوف another example. kinematic and the kinetic gait characteristics of normal children walking on a range of clinically relevant speeds.
هنا نوع البحث هنا ايه؟ explanatory or exploratory research or descriptive. It is a descriptive research which describe the normal gait characteristics للchildren بيمشوا على تقريبا ممكن يكون مثلا treadmill بسرعات مختلفة وعاوز يوصف الcharacteristics of these children in different conditions. هنا البوبوليشن ايه؟ النورمال children. طب الانترفنشن اللي بيستخدمه، الانترفنشن اللي بيستخدمه هنا اللي هو يمشي بسرعات مختلفة، مشيه بسرعات مختلفة أكيد هيأثر على هيأفكت الكينيماتيك and kinetic gait characteristics which will be the output. بنصحك إنك train yourself إنك تطلع مجموعة من researches وتبحث عنها وتعود نفسك إنك لما تبص على التوبيك بتاع research تعرف تطلع الايتمز بتاعت بيكو. طب وده هيهمني في ايه؟ لو قدرت انك تحدد البوبوليشن والانترفنشن والاوتكم فور افري توبيك انت ممكن تبريدكت الفاريبلز البحث يستخدمها في البحث بتاعه، يعني هو قاس ايه بالظبط. الموضوع ده سهل؟ اه سهل. وكمان تعرف كمان انك تميز ما بين الديبندنت اند اندبندنت فاريبلز.